الاستاذ ايمن عشماوي رئيس قطاع الاثار المصريه. اهلا بك يا استاذ ايمن. اهلا بك يا فندم. يعني ما تم الاعلان عنه اختفاء 33,000 قطعه اثريه، اين هذه القطعه؟ انا احب اوضح لك يعني الصوره يا فندم. اتفضل يا فندم. ليس ما تم الاعلان عنه، لان ده كله كان تقرير مرفوع من اداره المخازن المتحفيه. هو اللي حصل ان اداره المخازن المتحفيه اسندنا اليها الاشراف على جميع مخازن مصر المتحفيه من عده شهور، الاشراف الفني، فبداوا يعملوا حصر لجميع الاثار اللي موجوده في المخازن، سواء هي برنامج لحصر سواء الاثار المختفيه او الموجوده او حتى اللي في دارسين بيدرسوها اللي تحت الدراسه اللي تم نشرها، برنامج لعمل قاعده البيانات ديت. حصل لبس لما الكلام ده وصل او تداول بعض الناس، ما نعرفش ازاي التقرير ده وصل له، فحصل لبس لما خد رقم قال لك اختفاء 33,000 قطعه من الاثار من المخزن او مخازن المتحفيه في الاثار. معايا؟ يعني يا فندم انا بس عشان ال 33,000 موجودين اوضح لك، انت طالب توضيح. اتفضل يا فندم، اتفضل اتفضل. اللي حصل ان الرقم ده صحيح، لكن هذه القطع لم تدخل المخازن. اللي جانبه الصواب انه يفهم من التقرير او التقرير لم يوضح ان عندي 31,000 قطعة كانت مبددها حائز اثار لم تدخل المخزن، هي في مخزن ابو الجود. اللي حصل ان ده كان قانون الاثار مصرح ومبيح بتجاره الاثار لحد سنه 83، لما جرم تجاره الاثار كل تاجر اثار كان قدامه حاجه من اثنين، يا يسلم الاثار يا تبقى في حوزته وتحت الاشراف بتاعنا، وده اللي حصل مع مخزن ابو الجود. ده كان الحائز اسمه زكي محارب، بعد ما توفى زوجته اعدت لنا ما تبقى من عنده والسجلات بتاعته، سجلاته فيها فقد بدد 31,000 قطعة مفقودة منه. إذا لما تداول الخبر تخيل البعض أن هذه القطعة مفقودة من المخازن المتحفية، هي تم تبديدها وموضوع قضية وتم التحقيق فيها والنيابة العامة محققة فيها. قطعة تانية زي مخزن أطفيح أفادوا أو التقرير أشار إلى فقد من مخزن أطفيح، الحقيقة هو جنب الصواب لأنه ما وضح لكش إن القطع دي مفقودة من مخزن كلية الآداب جامعة القاهرة اللي كانت شغالة في المعادي. لما حصل سرقة وتداول بعض القطع في أمريكا وأشاروا إنها طالعة من المعادي، قمنا بجرد المخازن وتأكدنا من السرقة. تم نقل الآثار اللي موجودة الخاصة بجامعة القاهرة إلى منطقة مخزن المتحفي بطفيح لتأمينها، وبالتالي نقل السجل بما فيه من مفقودات فقدت لم تكن فقدت. يا استاذ ايمن، استاذ ايمن امر، انا ممكن هسال قول لي صح ولا غلط عشان انا لو فهمت اكيد الناس فهمت، لان انا بفهم متاخر. هل هناك فقد لهذه القطع الاثريه لكنها مش من المخازن، ده فقد وتبديل من بره المخازن؟ صح، وعلى مدار 50 سنه. طيب. وتم تناولها في الاعلام. طيب. خلي بالك. طيب. لان في نقطه احب اوضحها لك، مثلا الفقد اللي تم اثناء الانفلات الامني من مخزن الانطره حصل اثناء الانفلات اختراق لبعض المخازن. ده مفهوم. انا اخر سؤال، اخر سؤال استاذ ايمن، كان في سعيد شبل رئيس الاداره المركزيه للمخازن المتحفيه قال ان احنا مش هنركب كاميرات داخل المخازن حفاظا على سريتها. ده لا يا فندم، لا اقول لحضرتك، طب انتوا دايما الكاميرات لازم تتركب بس خارج المخازن، المخزن من جوه الاثار لازم تعرف نقطه عشان ده شغلنا الاثري. المخزن من جوه ما هو موجود به من اثار هو عهده المستلم، ما فيش قطعه ملهاش صاحب عهده، اذا اختفاء اي قطعه في الداخل هتضر بصاحب العهده، وضعها مقنن. المخازن انت بتراقب من الخارج خشيه الاختراق، انا احط قطعه كاميرا داخل المخزن من الداخل على الاثار، هو مشمع ومغلق وبيفتح بلجنه من الاثار والشرطة. يعني ملهاش اثر وملهاش قيمه يا استاذ ايمن. قول لي انت قافل مخزن بالشرطه مشمعه يفتح بلجنه، هتحط اللجنه، لكن انت لازم الكاميرات محيطه بالمخزن المتحفي كله من الخارج،
خشيه ان حد ينط يسرقها يتحرك. انت ما ان امنت كده الداخلي كله لا يفتح الا ب استاذ ايمن محضر شرطه. وصلت رساله استاذ ايمن عشماوي، حوزه ناس، عقده ناس، مسؤوليه. انا بشكرك جدا استاذ ايمن عشماوي رئيس قطاع الاثار المصريه على هذا التوضيح.